بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. الحقيقه دايما انا ببقى حريص في حلقات بوضوح ان احنا نقدم النماذج المشرفه. النماذج المشرفه اللي بنسعى الى تقديمها من خلال البرنامج هي النماذج المصريه، ولاد هذه البلد، البلد والارض الطاهره، اللي خرجوا بره مصر من سنوات طويله واصبحوا علماء اجلاء، لهم مكانه ليست بس مكانه في مصر لكن مكانه دوليه وعالمية. من هؤلاء العلماء اللي أنا ببقى حريص دايما في كلما جاءوا إلى مصر أن أنا ألتقي بيهم وأقعد معهم وأنهل من علمهم، العالم الكبير الدكتور غازي قاسم، الخبير الألماني في جراحات المسالك البولية وأمراض الكلى. الحقيقة دكتور غازي من العلماء الأجلاء الكبار اللي خرجوا برا مصر وقدروا يثبتوا أن المصري قادر أن يصل إلى العالمية ببساطة. أصبح طبيب لكبار الشخصيات في العالم، طبيب للرؤساء والملوك، وأيضا لم ينسى الفقراء. زياراته دائما لمصر تأتي من أجل الفقراء فقط، بيجي عشان يعمل مجموعة من العمليات لغير القادرين، ومنهم بعض المرضى اللي احنا بنجيبهم عشان خاطر يعمل لهم عمليات. فالحقيقة أنا سعيد، هو لسه في القاهرة وعلى وشك السفر، حبيت أن أنا أستغل بعض لحظات في وقته وقول له الحمد لله على السلامة، وقول له مرحبا بك في بلدك التاني مصر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وسعيد سعيد جدا بوجودك في القاهرة. أتشرف باستضافتك، وإن شاء الله تكون حلقة تأتي بثمارها مع الجمهور. إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا أول نشوف تقرير عدو زملائي في الإعداد عن الدكتور غازي وبعدين نبدأ حوارنا معه. قريب ربما يكون اسم مصر على موعد جديد مع منصات التتويج العالمية وأرفع الأوسمة، ولكن هذه المرة في مجال الطب، والمرشح لها العالم المصري الكبير والخبير العالمي في جراحة المسالك البولية الدكتور غازي قاسم. الفارس المصري الدكتور غازي قاسم يحمل الجنسية الألمانية، لكن ملامحه وروحه مصرية. من مواليد شهر مارس عام 1955، تخرج في كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 1979، وبعد فترة من العمل كممارس عام في مستشفيات الدولة سافر إلى ألمانيا، وهناك كان الدكتور غازي يمتلك أهم الأدوات: الطموح، الذكاء، الرغبة في التعلم. وبالإمكانيات الألمانية حقق طفرة هائلة في مجال جراحة المسالك البولية على مستوى العالم، وأسس قسم المسالك بمستشفى هيملينج في ألمانيا، وأجرى العديد من الجراحات لأمراء ورؤساء الدول العربية ومشاهير العالم. الحياه يعني سيرة ذاتية مشرفة. شكرا. ببقى سعيد فعلا أن أقعد مع علماء مصريين بتدونا أمل. يعني شباب كتير، حضرتك أستاذ جامعي وأنا أستاذ جامعي وبدرس لطلبة، وسيادتك تخرج على إيدك آلاف الطلاب اللي أصبحوا أطباء ماهرين في مجالهم. أكيد بتفرح لما بتجد أن ثمرة ما زرعت قد حصدته في قدامك طالب ناجح. ده في ألمانيا. في مصر الموضوع يختلف شوية. الطالب بيخرج من الكلية، سواء كلية الطب أو كلية الإعلام، مش عارف مقبل على إيه، حلم إنه يبقى حاجة لكن مش عارف إزاي يقدر يحقق الحاجة ديت، لأن بيشعر إن في منغصات ومعوقات ومشاكل، مشاكل اجتماعية، مشاكل على عاتق الحكومة نفسها إنها توفر فرص العمل، مشاكل في البحث العلمي، إنه هو ممكن يكون واحد زي حضرتك كده طبيب لكن ما عندوش الفرصة، ومجرد طلع بره بقى رجل عالمي، ولو قعد في مصر عمره ما هيكون عالمي. لو انت كنت قعدت في مصر كنت هتبقى عالمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدمتك في الحقيقه؟ لا في الحقيقه. انت متوقع اسالك اسئله طبيه في البدايه؟ لا لا لا، حبيت يعني فضل. يعني استفز جواك مشاعرك يعني كمواطن، لو يعني منشا المصري والجنسيه الألمانية. قد يكون ان الواحد قد يكون عالمي، لكن الفرصه كانت اقل بكتير.
يعني الفرصة للظهور في احنا عندنا اطباء اسمائهم عظيمة جدا في مجال تخصصي وعالميين، لكن هم معدودين على الاصابع وعلى سنين طويلة ما ظهرش جيل تاني وراهم. فقد يكون ان انا كنت اكون من احد المحظوظين اللي هنا، وقد يكون طبعا اللي هم قلة، او اكون من السواد الاعظم اللي هو ملوش حظ في انه ياخد الفرصة للنبوغ. اذا هي دعوة، يعني هل ممكن نقول ان كل انسان طموح، طبيب طموح شايف ان هو يقدر يبقى عنده فيجن وعنده ميشن في مجال البحث العلمي والسبل مسدودة قدامه والتعيين في الجامعة مقفول، لان احيانا ممكن يكون في مجاملات وواسطة ومحسوبية، هل تدعوه للسفر للخارج؟ هل عندك السعادة تتبنى بعض الأطباء؟ أنا متبني في الوقت الحالي، عندي مصريين في القسم عندي وبعلمهم، وإن شاء الله طلع منهم ناس كويسين جدا، يعني مش لسه بفكر في الفكرة، الفكرة موجودة، وعندي دلوقتي في الوقت الحالي طبيب، وفي طبيب تاني جاي، وبحاول أديهم كل المعرفة اللي الواحد أخدها وكونها في الفترة دي. هي الفكرة كل واحد يستطيع أنه يطلع برا بلا شك، توسيع لمداركه وتوسيع لرؤيته واختلاط بمجتمع آخر، فده هيفيده في كل الاتجاهات. النقص عندنا هنا في مجال المعدات وفي مجال التكنولوجي بحكم ان احنا مش قادرين نستوفي ده ماديا. كم سنة بصراحة بيننا وبيكم كم سنة؟ يعني مصر وألمانيا في مجال جراحة المسالك البولية، بيننا وبيكم كم سنة بصراحة؟ اذا خدنا على العموم، يعني خدنا متوسط العمل في جراحات المسالك البولية في مصر وألمانيا، يبقى نقول مثلا في 20 سنة. إذا خدنا 20 سنة؟ طبعا طبعا. إذا أخذنا على مستوى بعض الناس اللي هم نبغوا هنا وبيمارسوا المسالك البولية هنا، فيكاد يكون المستوى متقارب جدا. يعني أنا لا أشك أن هنا في أماكن وفي مراكز بتؤدي الرسالة بتاعتها كما يجب، لكن هي قليلة جدا لا تستوعب المستوى العام للقاعدة الشعبية. فأنا بتكلمش على أن أنا أروح في مكان خاص هنا بأجر عالي جدا ويجي لي أستاذ برضو اسمه مرموق ويؤدي العملية. فأعتقد أن في الظروف اللي زي دي هتتقارب الخبرة، لأن كل الأساتذة دي بتيجي برا وبتطلع برا وبتتبادل البحث العلمي، وبرضو لها أبحاث جيدة جدا. لكن لو خدنا بقى إحنا عايزين نشوف أخش في أي بلد وأروح مستشفى عام فيها، وبعدين أخش في أي بلد في ألمانيا وأروح مستشفى عادي فيها، فلاقي فرق على الأقل 20 سنة. يعني لو في أي مستشفى حكومي في ألمانيا وأي مستشفى حكومي سيادتك دخلتها في القاهرة خلال هذه الزيارة الأخيرة، الفرق بينهم في إيه وإيه وإيه وإيه؟ لا، هو الفرق يبدأ في كل حاجة، بتلاقي تخش من باب المستشفى لغاية ما تطلع من المستشفى تاني. الوهلة الأولى أنت عينك بتقع على إيه؟ بيبقى ده مقياس بالنسبة لحضرتك. الوهلة الأولى هي النظافة والإمكانيات، دي أول حاجة اللي فيه فرق رهيب فيها. وبعد كده بقى هي إزاي الطبيب بيتعلم وإزاي بيتعامل مع المريض. المعاملة مع المريض مش جيدة عندنا، الطبيب بيعتبر نفسه متفضل على المريض لما يشوفه أو يكشف عليه، مع أن أنا رأيي هو العكس، أن المريض هو صاحب فضل على الطبيب، أنه بيجيله ويكسبه ويقول له اكشف عليا. لازم دي تبقى محطوطه في اعتبار الطبيب، انه المريض ده مهم جدا، وان ما يديش. انا دايما كل ما مريض يكلمني يقول لي انا اسف ان انا خدت من وقتك، انا اسف ان انا خدت من وقتك، انا اصلا جاي عشان اديله وقتي، ما هو وقتي مش لحاجه تانية غير للمريض. فالفكره ديت ان مش عايز المريض يبقى عنده حته القلق انه الدكتور ده حاجه كبيره جدا وازاي ياخد من وقته. يعني لا، هو الدكتور معمول علشان يدي وقته للمريض. هي دي الحاجات اللي هي الاسكس اللي المفروض تبقى موجوده، يعني او الاخلاقيات في المهنه. يبقى اذا المستشفى العام في المانيا وفي القاهره الاختلاف بينهم في المحورين دول، ايه كمان؟ تمريض، المعدات، لا طبعا التعقيم. التعقيم ما اقدرش احكم عليه، لان انا بتجيلي معده مقفوله، بفترض انها لما بتجيلي مقفوله في المستشفى المصري بتبقى معقمه. انا ما دخلتش الحقيقه مراكز التعقيم في المستشفيات المصرية، لكن بفترض انها تكون متعقمة ومتعقمة صح. بالنسبة للتمريض طبعا اتكلمت في حلقات سابقة قبل كده، الممرضة دي شيء بيعتز بنفسه جدا بره، وهنا ما بتاخدش المهنة دي الا مضطرة.
احنا عايزين نغير العقلية ديت، وانا اتكلمت فيها ان لازم التمريض في مصر يتغير الفكر بتاعه، والاعلام يخش بدور في المجتمع ان التمريض دي مهنة سامية جدا. وانا نفسي حضرتك مرة تحضر في اوضة مريض في المانيا وتشوف التمريض او الممرضة بتعتني بيه ازاي. شفت. شفت. لو ابوها ابوها بمعنى الكلمة مش هتدي له أنا من الأمر. أنا مش هنسى زيارتي مع والدي رحمة الله عليه قبل وفاته بشهر. كنا يعني في مثل هذه الأيام، وكنا في مستشفى الجامعي في ميونخ، يعني مستشفى زي القصر العيني عندنا. تمام. والحقيقة أنا لما دخلت دكتور غازي يعني أكني في مستشفى من أنظف ما يكون، من أرقى ما يكون، والاهتمام من التمريض يفوق كل التوقعات. الحقيقه انا اندهشت وقلت احنا ليه، رغم ان الارض مش رخام والحيطان مش مرايات بالزبط. لكن لقيت خدمه تفوق الجماليات اللي ممكن تكون البعض يطلبها في شكل المستشفى. انا بقول دايما المستشفى دي تجربه ذاتيه انا بعترف بيها. المستشفيات في المانيا ما فيش فيها فندقه، بمعنى ما بيهتمش انه يعمل للعيان كل ما يخطر على باله في الاوضه بتاعته، وبيدي له اوضه فيها احتياجات المريض، لأن المريض جاي كمريض. فالنفس السرير اللي بينام عليه أعلى مسؤول في البلد هو نفس السرير اللي بينام عليه أقل مسؤول في البلد، ويمكن الاثنين يبقوا نايمين جنب بعض في نفس السرير في نفس اللحظة لو الأوضة فيها أكتر من سرير. المفاجأة الثانية بالنسبة لي التكلفة. دخلت المستشفى وعملت يعني الفحوصات اللازمة لوالدي ربنا يرحمه. الحقيقة لو كنت عملتها في مصر كنت دفعت قدها 10 مرات، وده كان علامة استفهام كبيرة جدا بالنسبة لي. ليه العلاج برا مصر ارخص من العلاج جوه مصر؟ ده سؤال يعني. العلاج جوه مصر ده علاج شخصي وتقديري، لكل طبيب بيطلب المبلغ اللي هو عايزه وما بيلتزمش بنظم ولا قوانين. العلاج برا في المانيا في ثوابت في قوانين الطب، فبيجي الطبيب لازم يلتزم بيها. يعني الطبيب ما يقدرش يقول والله انا هعمل العمليه ديت ب 100,000 يعني لا، او يقيمك هو انت مين. انت 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 رجل اعمال، لا انت ليك سعر عمر انت يعني انت لا يعني انت عارف حضرتك الدخله دي يعني انا احيانا بسال المرضى كده فبيخافوا ان انا بكون بعمل الدخله دي علشان هذا الموضوع. فلكن انا لما بعملها من دافع ان انا عايز اكلمه بلغته. انا بحاول كل مريض على قد مستواه، يا اما ارتقي الى مستواه اذا كان اعلى، او انزل الى مستواه اذا كان اقل، بحيث افهمه مرضه من الناحية الطبية. فلما بسأل المريض انت بتشتغل ايه، لو قال لي انا بشتغل ميكانيكي، فابدأ اكلمه بلغة المعدة ولغة الموتور ولغة الحركة. لو قال لي انا دبلوماسي هكلمه باللغة اللي هي تليق بي، ووصل له معلومة مرضه. عندي اشكالية الحقيقة، كنت مستني اشوفك يعني تجيب السلامة عشان اسألها لك. في مصر يعني تجارب ذاتية، فتروح للطبيب فيكشف عليك فيشخص المرض ويديك روشته، فانت الفار يلعب في عيبك برضو ايه يعني مش الان شويه, فتروح لدكتور تاني فيكشف عليك ويفحصك ويشخص لك المرض تشخيص تاني غير التشخيص الاولاني، ويديك ادويه تانيه غير الادويه الاولانيه، فتقول لا 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 ثالث، طالما الاثنين اختلفوا اروح لواحد ثالث، والثالثه ثابته. ايوه. تروح للثالث يدي لك راي ثالث خالص بعلاج ثالث خالص. بره لو رحت العشره هيقول لك نفس التشخيص وهيديك نفس العلاج. ممكن تشرح لي ايه اللي بيحصل هنا مش بيحصل بره، او ايه اللي بيحصل بره مش بيحصل هنا؟ اللي بيحصل بره بس بوضوح يعني. طبعا ما احنا في البرنامج مش بوضوح. اللي بيحصل بره ان في التزام بقواعد الطب، بمعنى ان انا عندي كتاب، مش كتاب طب لكن كتاب بيديني ثوابت الحاجة وعلاجها. فلو جينا نتكلم على اي مرض فليه ثوابت؟ فانا لما اقول انا هعالج واحد من سرطان بروستاتا، فيبقى الثوابت بتاعته احنا مجمعين عليها كاطباء مسالك في المانيا من خلال جمعية لنا بتجتمع كل فترة وتحط الثوابت دي. فلما الثوابت دي احنا بنلتزم بيها ادبيا
لكن قد يكون ان في واحد له خبره عاليه قوي يقوم يغير حاجه بسيطه عن الثوابت دي. خدت بالك؟ يعني يقول لا انا خبرتي بدل الحقنه دي ما تتاخد مثلا كذا، تتاخد كذا، تمشي نقبلها. يعني الثوابت بتلزمنا ادبيا وقانونيا. لو عملت انا بخبرتي الشخصيه وحصل حاجه في العلاج مش مظبوطه، اول سؤال هيتسال ما التزمتش ليه بالثوابت اللي في الجايد لاينز اللي هي الخطوط العريضه للعلاج، واذا مشيت كويس خلاص. فاحنا بنلتزم. فلما كلنا بيبقى منهجنا واحد، تخيل ان حضرتك بتدرس لكل الطلبه والمدرسين بيدرسوا من نفس الكتاب، كل اساتذتكم بتدرسوا من كتاب واحد، يبقى الطالب لما هتساله هيجاوب بنفس المنهج. فاحنا الدكتور كله عندنا له ثوابت بيتبعها، فلما تروح للدكتور الثاني او الثالث او الرابع هيديك نفس العلاج لانه ثابت. وهي نادرا لما دكتور في المانيا، يعني المريض في المانيا يقول انا هروح اسال واحد ثاني، نقول 2% 3%، بس انا ببقى مبسوط انه رايح لواحد ثاني لانه عارف انه ما عندوش حاجه ثانيه يقولها غير اللي انا قلته. ولو قال حاجه ثانيه بطلبه واناقشه. يعني عمرها ما حصل انك اختلفت، انت مثلا جالك مريض عنده سرطان في البروستاتا، حضرتك قلت تتشال البروستاتا والطبيب الاخر قال لا ما تتشالش البروستاتا؟ ممكن، بس هنا ده بقى بيعتمد على تقييم حاله المريض. يعني ممكن اقول تنشال البروستاتا والتاني يشوفه ان سنه كبير في السن وحالته ما تسمحش، يقوم يقول لا انا مش عايز ادخله في ريسك عمليه، احاول اعالجه بطريقه تانية. انما في الاساس الاثنين مبنيين على اسس، لو انا ناقشته هيقول لي كذا، فيجي فاصل بيننا واحد مثلا، نقول نخلي واحد بتاع بطنه وقلب يشوفه هل هو مناسب ان يتعمل له عمليه، فاذا قال نقول للمريض انت قدامك الاحتمالين. فممكن واحد يقول لا انا مش عايز العمليه، انا عايز تنيني كده على علاج تحفظي، فنعالجه علاج تحفظي. لكن دي بس هي ده الاختلاف، مش في اساس الحاجه، هو اختلاف في تقييم العيان. انا هطلع فاصل بس عايز اسالك سؤال قبل ما اطلع الفاصل، ممكن تجاوب عليه قبل الفاصل وممكن بعد الفاصل. اتفضل. انت بتيجي مصر تعمل ايه؟ انت راجل عالمي خرجت من مصر وانت مش سعيد، محبط. كنت من اوائل دفعتك وما خدتش حقك الوظيفي ولا درجتك العلميه ولا تعينت معيد. انا ما كنتش من اوائل الدفعه على فكره. انا وده اللي بيثبت ان الطالب في مصر حتى لو مش من اوائل الدفعه ممكن أوائل. ممكن مطلع ممكن ينبغ. يعني بتيجي ليه؟ هل بتيجي ليه؟ وتيجي تعمل عمليات مجانيه ليه؟ رغم انك انت ملء السمع والبصر، وانا عارف اجندتك بره اللي عايز يحجز عندك بتبقى الاجنده 6 مانث 7 مانث. والله هو طبعا بلا شك في دايما حنين وارتباط بالوطن، رغم انك انت اصبحت الماني الجنسيه. الجنسيه دي لا تعني انها تعمقت في اعماق الانسان، فالواحد له اهله وله ناسه، والواحد بيامل برضه اللي شافه بره ينقله هنا. يعني احنا ما بنعيش بره ومجرد ما حالتنا تبقى كويسه دي تبقى نوع من الانانيه، وديت مش في العقل المصري. يعني احنا عندنا الانانيه. انت عقلك مصري ولا الماني دكتور غازي؟ انا بجمع بين الاثنين، باخد ميزات المصري في العاطفه وفي الود وفي الحب، وبحاول اخد النظام الالماني في الانتظام والانضباط والعمل. لكن طبعا مصر فيها ميزات الواحد بيحبها وفيها عيوب زي اي مجتمع، في سلبيات. فانا اذا نجحت في اني اجمع ايجابيات المجتمعين ابقى حتى نهضت اكتر من الفكر الالماني. فديت حاجه لازم الواحد يعملها. فباجي من هذا المنطلق. وطبعا لما بس سعيد جدا لما حد من زملائنا بالذات الصغيرين في السن يقف معايا في عمليات، يشوف حاجه جديده. انا مش عايز الكبار يقفوا، يعني انا عايز الصغيرين، لان هم دول اللي عندهم دافع وعندهم نهم انهم يتعلموا شيء، فدول هم الاساس. والحقيقه ده هو سر سعادتي في كتير. وطبعا المرضى لما بتشوف مريض، ولو وريتك الناس بتكتبوا على ليا على الفايبر ولا الواتساب بعد العمليات ولا كده، يخليك تيجي دايما تيجي دايما. يعني دعوة مريض لك واحساسه بانك اهتميت بيه ده شيء عظيم جدا. نطلع الفاصل ونرجع تاني نواصل في انتظار استفساراتكم على صفحتنا على فيسبوك للدكتور غازي قاسم الجراح الالماني العالمي الشهير. فيها حاجة حلوة. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في هذا اللقاء مع الجراح العالمي دكتور غازي قاسم، جراح المسالك البوليه والكلى. ويمكن في شريط ذكرياتك كده وانت بتفتكر لحظات الانكسار والانتصار، كلنا عندنا انكسار وانتصار، ايه العمليه اللي انت قلت
قلت فيها سبحان الله أمنت بالله لقد رأيت الله في هذه العملية، حسيت أن فيها إعجاز، حسيت أن فيها حاجة يعني، وكانت يد الله فوق الطب. الحقيقة احنا بنشوف في كل عملية بنعملها إعجاز الله سبحانه وتعالى ويد الله سبحانه وتعالى. احنا ما يعني كل عملنا احنا بشر بنسخر بقدرة الله ان احنا نعمل الواجب بتاعنا. وانا بعتبر اي طبيب غير مؤمن بالله او غير قوي الايمان بالله تعيس، لان احنا الوحيدين اللي بنرى قدرة الله اكثر بكثير من اي واحد اخر. يعني لو خدت كلمة وفي انفسكم افلا تفكرون، الشخص العادي هيبص لنفسه كده ويشوف ايديه بتتحرك وعينيه بتتحرك وكده، والحواس حتى لو تفكر فيها هيجدها اعجاز. انما احنا لما بنفتح ونشوف جوه دقة الانظمة اللي موجودة جوه، وسبحان الله قد ايه وريد صغير بيغذي عضو كامل ينظف به الجسم من الاول للاخر زي الكلى، او قد ايه حاجة قد الكلى لا يتعدى حجمها 200 جرام تقوم بعمل جهاز غسيل كلوي وزنه 200 كيلو. فده سيستم لا يمكن يكون إلا من خالق عظيم، وده لازم يدعو أي واحد للإيمان. يعني إذا الواحد تفكر في هذه الأشياء، إحنا لغاية الآن مش قادرين نصنع حالب حتة أنبوبة طول كده، بالرغم من التقدم الرهيب في علم الأنسجة واللي ما بنسميه نانو تكنولوجي والفلزات وكل حاجة، مش قادرين نعمل أنبوبة تنقل البول بكفاءة الحلب. فدي حتة حاجة قد كده احنا واقفين عاجزين قدامها برغم التكنولوجيا اللي وصلنا لها. في حاجات كتير ما بنقدرش نستبدلها في جسم الإنسان، وإذا استبدلناها ما بتعيش. حضرتك شوف على سبيل المثال مفصل من مفاصل الركبة 10 سنين 12 سنة انتهي، مع انه معمول مثلا من السيراميك ومن الستانلس ستيل. المصل اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى 60 سنة و70 سنة و80 سنة و90 سنة وحين ما تغيرش خالص. فكل عمل اي دكتور يفكر حتى بسطحية يرى الله في كل عمله. من ينكر الاعجاز العلمي في القرآن وانت تتحدث بلغة الطبيب المؤمن يعني الذي يعني امتلأ الايمان في قلبه، ترد عليه تقول له ايه؟ الاعجاز العلمي ثابت في القرآن، يكفي ذكر تطور الجنين. يعني لو سبنا اي حاجة تانية في مجال العلم وخدنا تطور الاجنة كما هو وصف في القرآن، واحنا بقى اكتشفناه بعد كده من خلال الموجات الصوتية، طب من خلال الاشعاعات المقطعية او الى اخره، فتكفي دي. مش عايزة اي يعني الواحد يأخذ دي كبرهان ثابت وما يجدلش في اي حاجة تانية، فهي كافية جدا جدا جدا. تطور الأجنة في القرآن الكريم مذكور بدقة بدقة وبوضوح. احنا دايما يعني نكتشف دلوقتي، فإذا كان ده من 1400 سنة ورد فما فيش شك في الإعجاز العلمي وأن هذا الكتاب يجي صوت من أصوات يقول لك الصيام يضر بالإنسان خصوصا أمراض الكلى بالذات، مفترض أن المريض المية بتاعت انقطاع المياه أو الصوم مضر بالصحة العامة مثلا. الدين واسع جدا، فاللي هيجيله ضرر من الصوم احنا بنقول له ما تصومش، واللي هيجيله ضرر من العطش احنا بنقول له ما تصومش، واللي هيجيله ضرر من قلة الأكل احنا بنقول له ما تصومش. فالموضوع ما فيش الكلام ده لو كان على اطلاقه، لو قلنا كل واحد لازم يصوم ونقطه من اول السطر خلاص يبقى في خطا في الدين. انما الدين ادى فسحه للمسافر انه يفطر وللمريض انه يشرب وكده، اذا كان هو حاسس بنفسه حتى بدون احتياج لطبيب ممكن هو يبقى ياخد القرار ده، واعتقد انه هيكون ثواب. لو كان واحد ما بيشربش ويجي له اغماء يجي له تعب يجي له حصوات حتى من غير ما يرجع الى طبيب ممكن ما يصومش. إذا كان واحد بقى مش عارف الصوم هيضره ولا لا لأنه ما بيحسش بأعراض، يقدر يرجع للطبيب يقوم يحطه على الإيه؟ على الطريق السليم. خلينا نشوف تساؤلات رجل الشارع يسأله الدكتور غازي ونشوف إجاباته، في منتظر تساؤلاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. عايز اسال الدكتور ايه هي اعراض سرطان المثانه وامتى الشخص يحس ان هو
لابد ان هو يعمل تشيك على نفسه علشان خاطر يتاكد هو في عنده اعراض للمرض او بدايه للمرض او لا. ايه التحاليل المطلوبه اللي الواحد يقدر يعملها اول ما يكتشف انه عنده الاعراض دي؟ هل الفشل الكلوي ممكن يسبب سرطانات؟ كنت عايز اسال الدكتور بس على موضوع التدخين، هل انا كم انا مش بشرب سجاير هل التدخين بيضر عليا وبيسبب سرطان زي المدخن العادي ولا لا؟ كنت بسال الدكتور ازاي اتجنب حدوث سرطان الكلى واعراضه، وعايز اعرف اعراضه. امتى يتحول مرض الحميد الى خبيث، وايه الاعراض اللي ممكن تبدا تظهر على المريض يعني يعني تدي مؤشرات ان المرض الحميد او الورم الحميد بدا يتحول لخبيث؟ هل زياده الوزن تسبب سرطان المثانه؟ هل هو دلوقتي الاكل اللي موجود حاليا بيتسبب في سرطان البروستاتا؟ سرطان المثانه ده ممكن يستقطب صقصه للمثانه، والله في علاج بيعالج المثانه وتفضل المثانه كما هي. أسئلة مهمة جدا الحقيقة، وكل الأسئلة يعني إن شاء الله تجدوا إجابات شافية مع دكتور غازي القاسم. اتفضل يا فندم. الحقيقة قبل ما هبدأ اللي وضع الأسئلة، أنا عايز بس أصنف بسرعة للمستمع أو للناس أمراض السرطانات في المثانة. لو خدناها بسرعة كده وبدأنا في الأطفال بتقل جدا، وأحيانا بيحصل لهم سرطان في الكلى، لكن عموما في الأطفال نادر حدوث أمراض خبيثة. ناخد ابتداء من سن 16 وبعد سن البلوغ لغاية سن 35 بتزيد سرطان الخصية، ولذلك بدعو كل الشباب انهم في الحالات اللي زي دي اذا وجد اي تيبس او اي تضخم في احد الخصيتين فجائي بدون الم بالذات انه يرجع لطبيب يشوفه، على اساس ان هي ديت بتبقى بداية حدوث تغير فيه وممكن علاجه ويبقى شافي. لو خدنا بقى من سن 45 واحنا طالعين بنبدأ بسرطانات البروستاتا، واي واحد عنده في العيلة حد كان مريض بسرطان بروستاتا او كده يبدأ بدري شوية، يبدأ بسن 40 ويبدأ يعمل كشف دوري مرة كل سنة. سرطانات المثانة بتبدأ برضو بعد، نقول في الغالب بعد سن 40، قبل كده قليلة لكن ممكن تحدث، وديت برضو عايزة إذا كان برضو حد في العيلة عنده سرطانات يبدأوا يعملوا بحث مبكر. في الأعمار الكبيرة بقى في الآخر هي برضو بتستمر سرطان البروستاتا أو المثانة. وسرطان الكلى ملوش أعمار ثابتة، يعني نقدر نقوله أنه دايما بعد مرحلة الأربعينات ممكن يبدأ، ما شفتش غير حالات نادرة جدا تحت الأربعينات عندها سرطان كلى. ابسط حاجه احنا بنقدر نكتشف بيها السرطانات ازاي بس نستعرف ازاي، يعني سواء سرطان بروستاتا سرطان مثانه سرطان كلى، انا عايز الناس تبدا بحاجه بسيطه جدا هي الموجات الصوتيه اللي هي بنسميها سونوجرام، اللي بنسميها التراساوند، اللي بنسميها موجات صوتيه، كلها معنى لحاجه واحده اللي هو كشف بالتلفزيون اللي الست الحامل بتروح تعمله عشان تشوف الجنين. فده ابسط الحاجات اللي ما فيش فيه لا ضرر اشعاعي ولا تكلفته عالية، وده بيكشف لنا أكتر من 70-80% من الحالات مجرد استخدامه. يعني لو واحد عنده سرطان كلى حجمه نص سنتي مش عايز أعرفه ولا عايز أشوفه، أنا عايز أشوف اللي بقى 3 سنتي و4 سنتي و5 سنتي، هو ده اللي هيعمل لي إيه قلق في المستقبل. فبالموجات الصوتية بنكتشف. بس غير الموجات إيه المؤشرات؟ يعني واحد بيشك إن عنده سرطان في الخصية، في البروستاتا، في المثانة، ايه العناصر اللي حتبان عليه؟ المشكلة ان كل السرطانات في بدايتها ليس لها اعراض في بدايتها، تمام؟ بتبدأ تعمل اعراض اما تبدأ تضغط على اي حاجة جنبها او تؤثر على حاجة. ناخد سرطان بروستاتا مثلا، اذا كان سرطان البروستاتا في حد ذاته ما بيعملش ضغط على مجرى البول ففي الاول الواحد ما بيحسوش، تمام؟ اذا كنت انا بعمل الكشوف الدورية اللي هي تحليل الدم والموجات الصوتية والفحص من الخلف بكتشفه اذا وجدت تيبس في البروستاتا، اذا وجدت دلائل اورام عاليه، بس دلائل الاورام لوحدها مش كافيه. فدول الحاجتين الاساسيتين في اكتشاف سرطان البروستاتا، لكن نادر لما بيعمل في بدايته اعراض. معظم الناس بتيجي بالام في العظم من سرطان البروستاتا لما يكون بقى في حالات متاخره وانتشر في العظم، يجي لك يقول لك انا ده، مع انه لسه ما عملوش اعراض في الجهاز البولي، يجي بالام في العظم، يجي بحاجات زي كده. فدي لذلك انا بقول هو الهدف ان انا ما استناش لما يجي لي عرض. يعني زي ما كل واحد بيودي عربيته لما بتكون جديده
يتعمل لها صيانة دورية وهي بتمشي وبتدور وكل حاجة يعمل في جسمه كده. فلو الواحد مرة في السنة راح عمل الحاجات دي ايا كان مش هتبقى عبء مادي عليها عالي. طب ناخد اجابات كده نرجع بقى ايه اعراض سرطان المثانة. أيوه. في الغالب اعراض سرطان المثانة للشخص اللي ما بيعملش كشوفات دورية انه بيشوف دم في البول وغالبا بيكون الدم بدون ألم. فديت من لو الدم بالألم بيطمن اكتر، بيبقى التهاب، بيبقى حصوة، بيبقى اي حاجة تانية. فاحنا دايما القاعدة الدم اللي بدون ألم يخليني اشك اكتر انه سرطان في بس طبعا مش لازم يكون سرطان، لكن بيخليني ازيد في الشك. اذا كان معاه بقى يعني حاجات تانية بنسميهم العيانين اللي هم بنسميهم العيانين اللي هم ريسك بيشنت، يعني عيان عنده عوامل اخطار تانية، اللي بيشتغلوا في الصبغات، اللي بيشتغلوا في البهيات، الكوافرات، اللي بيشتغلوا في صبغ الشعر طبعا، وعلى قمتهم المدخنين. كل المجموعة دي تعتبر نفسها مجموعة معرضة للمرض أكثر من المجموعات الأخرى. يعني المدخن كم في المية المدخنين معرضين لسرطان المثانة؟ على الأقل 50%. 50% دي رقم كبير جدا. يعني أنا ما شفتش نادرا إن مريض سرطان مثانة غير مدخن، نادرا طبعا فيه، بس النادر جدا إن يكون غير مدخن. فهو ده أكبر عامل خطوري بنسميه في هذا الموضوع. التحاليل المطلوبة اللي يعملها الشخص عشان أول ما يكتشف الأعراض؟ إذا أول ما اكتشف الأعراض يدي عينة بول، نتأكد إن مفيش التهابات وإن الدم ده مش جاي من التهابات. الخطوة الثانية إنه بيعمل أشعة بالموجات الصوتية على المثانة. إذا كان الورم إلى حد ما كبير بنقدر نكتشفه بالموجات الصوتية، إذا كان لسه صغير قوي ما بنكتشفوش. والخطوة الثالثة إنه يعمل منظار للمثانة. الفشل الكلوي هل ممكن يسبب سرطان؟ لا، يعني في العادة لا. هل بيقول هل أنا ممكن مدخن سلبي التدخين يسبب لي سرطان زي المدخن العادي؟ أقل، لكن طبعا بيتعرض للمدخن السلبي مظلوم، هو ما بيعملش حاجة ولا بيتمتع. ما فيش مكان ما فيش حد بيدخن ولا حد ولا حد بيتمتع، هو ما بيتمتعش بالدخان لكن بياخد أضرار. إزاي أتجنب حدوث سرطان في الكلى وأعراضه؟ الكلى ما فيش فيها أي أسلوب لتجنب السرطانات. أعراض سرطان الكلى في الغالب في الأيام دي بنكتشفه بالصدفة، ملوش أعراض. وفي بعض الحالات بيبقى برضو دم في البول، ولما نبحث عن مصدر الدم نلاقي أنه ورم في الكلية دخل لغاية ما دخل على أحواض الكلية فبدأ ينزف، بس في المرحلة دي بيبقى في الغالب حجم السرطان كبير. يعني إذن الفشل الكلوي ليس معناه سرطان في الكلية؟ لا، الفشل الكلوي غير مسرطن، يعني مش حاجة مسرطنة. فالفشل الكلوي في حد ذاته ما يسببش. الفشل الكلوي ممكن يكون من تلوث مياه، ممكن يكون من التهاب مناعي في الجسم بيأثر على الكلى. في حد بعت السؤال في هذا الإطار بيقول أنا عملت عملية زرع كلى ومر عليها 10 سنوات، هل صحيح أن فعلا الكلى عمرها الافتراضي 10 سنوات؟ لا، وترفض؟ لا 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 أطلاقا أطلاقا. ممكن الكلى يعيش بها 20 سنة و 25 سنة. وفي الغالب إذا كان التكافؤ بين اللي بيعطي الكلية والمستقبل قريب، كل ما بيكون في بداية الموضوع ده أقرب، كل ما بيبقى فرصة بقائها فترة طويلة أعلى. إمتى يتحول المرض من حميد إلى خبيث؟ وإيه الأعراض اللي تؤدي إلى مؤشرات إن الورم تحول من حميد إلى خبيث؟ يعني تحول مرض من حميد إلى خبيث موضوع نادر في مجال المسالك البولية، يعني ما فيش تضخم البروستاتا الحميد، ممكن ما يبقاش في تضخم خالص ويحصل مرض خبيث، ويا ما فيش فيها تضخم أصلا. فما هوش مؤشر إن أي واحد عنده مثلا تضخم في البروستاتا إنها تبقى خبيثة، ملهاش قاعدة. ولازم كل واحد عنده بروستاتا يعني سنه فوق 45 يجي له تضخم في بروستاتا؟ والله هو في تضخم نسبي، يعني دي حاجة بتمشي مع السن ومع الهرمونات اللي في الجسم. فكل واحد بعد فترة معينة من العمر ممكن يبدأ ان يحدث عنده تضخم نسبي في البروستاتا. لكن ده ما يعتبرش، يعتبر ايه بقى؟ ده حميد يعني؟ ده حميد طالما قلنا تضخم يبقى حميد. اذا قلنا بقى اصلا سرطان البروستاتا في حد ذاته ما بيعملش حجم، يعني هي بتبقى بقرة زي ما حضرتك تاخد على سبيل المثال تفاحة وفيها بقرة تعبانة من جوه، تلاقي حجم التفاحة زي ما هو طبيعي، وانت بتفتح حاجة تقول الحتة دي معطنة، يبقى دي هي بقرة. فالسرطانات البروستاتا اصلا مش ورم بيتضخم، ولذلك معظم سرطانات البروستاتا هي تنتشر وما تنتشرش موضعي، يعني انتشارها الموضعي قليل في مراحل متأخرة جدا، لكن هي ممكن تبعت في حتة تانية وبالذات في العظم.
ايه الفرق بين تضخم البروستاتا واحتقان البروستاتا؟ تضخم البروستاتا دي عمليه طبيعيه بتيجي مع السن. احتقان البروستاتا بيبقى تجمع لافرازات البروستاتا في الغدد بتاعتها وما اتصرفتش كويس لوجود التهاب في بدايه الغدد او الغدد. ليه عمر معين؟ هي بتحصل في سن من الثلاثينات للاربعينات كده في الغالب. اسبابها ايه؟ والله هي ممكن تكون التهابات جايه من تلوث في البول او التهاب في الجسم عادي خالص زي ما الواحد يجيله التهاب في اللوز. هل ده ليها علاقه بالفريكوانسي بتاعت العلاقه الجنسيه مع بين الرجل والمراه؟ هو الانتظام في هذه العلاقه بيبقى افضل وبيضيع هذه الاحتقانات افضل عموما، لكن ما نقدرش نقول انه بيمنعها. ممكن يحدث. هل مريض البروستاتا يؤثر ده على علاقته الجنسيه بزوجته؟ الى حد ما شويه. تاثير ايه؟ عدم الرغبة. عدم الرغبة؟ هل يؤدي إلى ضعف الانتصاب أو سرعة القذف؟ يؤدي. هل علاج بروستاتا يؤدي إلى علاج سرعة القذف والانتصاب؟ بلا شك. هل لها علاج؟ طبعا، احنا قلنا إذا ضيعنا الاحتقان وعالجنا الالتهابات بنعود تاني مرة أخرى إلى الوضع الطبيعي. هل الأكل الحالي يتسبب في سرطان البروستاتا؟ لا، ما عندناش أنواع من الأكل اثبتنا انها لها علاقه بسرطان البروستاتا، لكن وجدنا ان المجتمعات اللي بتاخد كتير من فول الصويا والجزر والحاجات اللي فيها كاروتايدز ديت بيقل نسبه سرطان البروستاتا فيها. بيقل. هل زياده الوزن تسبب سرطان المثانه؟ والله حديثا لقوا ان زياده الوزن لها ارتباط عموما بالسرطانات اكتر. يعني زياده الوزن بداوا يعتبروها عامل مسرطن، بدأوا يعتبروا عامل مسرطن، لكن يعني بطريقه مباشره لسرطان المثانه لا ما فيش. السؤال اللي جاي، سرطان المثانه تستأصل المثانه ام ان هناك علاج اخر بخلاف الاستئصال؟ ده يعتمد دايما على مرحله الورم، عندنا ثلاث او اربع مراحل من الورم على حسب تغلغله في المثانه، فاذا كان سطحي خالص ما بنستأصلش، واذا كان بعد السطح بدرجه برضه ما بنستأصلش. إذا دخل على منطقة العضلات يبقى العلاج الأمثل له الاستئصال إذا كانت حالة المريض تسمح، وعلى الوضع بقى إذا كان يتعمل له مثانة تخليقية من الأمعاء أو نعمل له فتحة بول على الخارج مباشرة. نطلع لفاصل ونرجع نواصل حوارنا مع دكتور غازي قاسم، وعايز أكرر دعوته. دكتور غازي متبرع بعلاج بعض حالات مشاهدي البرنامج الغير قادرين فيما يخص جراحات المسالك البولية وأمراض الكلى، وأنا بشكرك جدا على هذا التبرع، مش غريب عليك. كنت أمرك ويسعدنا إن شاء الله. ربنا يجزيك خير. فاصل ونعود. هل مريض سرطان المثانة بيشفى بشكل كامل ولا بيحصل له انتكاسة؟ هل سرطان المثانة أو سرطان البروستاتا يؤثر على الإنجاب فيما بعد بالنسبة للزوج؟ إيه أكثر عضو بالجهاز البولي عرضة لمرض السرطان؟ كنت عايز أسأل بس الدكتور، هل الشفاء من السرطان بيبقى بنسبة 100%؟ وهل بيعود تاني بعد الشفاء منه ولو حتى بنسبة ضعيفة ولا؟ الخلايا النجمية بتاعت الجهاز المناعي حضرتك ممكن ناخد منها أجزاء نحملها عليها بحيث إنها تكون ممري على الجهاز المناعي، وبكده نتفادى عمليه الاصابه بالسرطان زي ما عالم قبل كده عملها. فليه حضرتك التقنيه دي ما بتستخدمش دلوقتي مع ان اثبت وجودها وفي دكاتره بيجربوها بتنفع؟ عندنا حالات كتير اصابات في السرطان في العيله، فكنت عايزه اعرف هل سرطان المثانه هو مرض وراثي او لا؟ ايه المضاعفات الطبيعيه لاستئصال سرطان المثانه؟ هل في اجسام معينه عندها قابليه من نوع ده من المرض؟ هل علاج علاج سرطان المثاني في مصر هل هو بيتم بشكل مرضي ام لا؟ هل النظام الغذائي له علاقه باي اصابه من اصابات سرطان الجهاز البولي؟ الحقيقه مستوى الاسئله يعني اسئله تحس ان كل مواطن طبيب. الحقيقه لسه بقول دكتور يعني دول دكاتره اكيد، يعني خلينا ناخد اجابات على وفي سؤال كمان جاي لك من الكنترول، كيف نقي الانسان سرطان المثانه؟ يعني نضيف على اول سؤال عند سيادتك. الوقايه من سرطان المثانه اول حاجه الامتناع عن التدخين
والبعد عن إذا كان في مجال عمله مواد كيماوية زي الصبغات وزي المواد اللي بتستخدم في إذابة البوهيات، أن يحاول يلبس كمامة ويلبس جوانتيات في التعامل معها. دي الحاجات الأساسية. وطبعا والتدخين السلبي يحاول يبتعد عنه إذا أمكن. هل مريض سرطان المثانة بيشفى بشكل كامل ولا بيحصل له انتكاسة؟ اللي إذا استأصلنا المثانة بالكامل وكان السرطان متغلغل في العضلات وما فيش انتشار في غدد الليمفاوية، فبنعتبر أن ربنا سبحانه وتعالى شفاه بالكامل. إذا كان السرطان سطحي وبنشيله بالمناظير، قد يعود في 10% تاني من الناس ونضطر ان احنا نشيله بجلسة تانية او جلسة تالتة، او نضطر ان احنا نحط مادة مهبطة لرجوع السرطان في المثانة. الناس بتسميها كيماوي، هو كيماوي بس مش في الدم، لكن بنحطه في المثانة لمدة ربع ساعة ساعة كده على اساس المريض بعد كده يتبوله، وده بيقلل نسبة انه يعود تاني. هل سرطان البروستاتا بيؤثر على الانجاب فيما بعد بالنسبة للزوج؟ اذا استأصلنا البروستاتا مفيش انجاب، ده شيء بديهي. إذا ما استأصلناش البروستاتا وعالجناها بالإشعاع أو عالجناها في ناس بتاخد فص مثلا من البروستاتا، ما ينفعش يعني في حالات السرطان ما ينفعش. إنما إذا السرطان مع ناس استئصال جذري، الفص ده بنشيله في حالة إن البروستاتا عاملة مشاكل في التبول. فأنا بعتبر إنه بيأثر، يعني حتى لو عالجناها بالإشعاع ممكن تأثر على الإنجاب. أكثر عضو في الجهاز البولي عرضة لمرض السرطان؟ هي البروستاتا والمثانة. هل ده يعني طب في بعض الناس اللي بعتين على الفيسبوك بيقولوا عندهم ضعف في البول، يعني الفلو بتاع البول مش قوي، اندفاع البول، واندفاع البول ضعيف وبيطلع في فرعين، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟ لا اندفاع البول الضعيف ده قد يكون ضيق في المجرى البولي بتاع بعد البروستاتا، قد يكون تضخم في البروستاتا، قد يكون ضيق في بداية في فتحة البول من الخارج خالص. فده بنقيس الاندفاع ده بجهاز معين ونقول والله ده في المعدل الطبيعي او لا. ما كانش في المعدل الطبيعي بنشوف التلات حاجات دول، هل المجرى البولي في اي ضيق في اي حته قد يكون، او البروستاتا فيها تضخم. اذا كان البروستاتا فيها تضخم بنقدر نبدا له بعلاج تحفظي بادويه يعمل ارتخاء في منطقه البروستاتا بحيث ان يندفع احسن. فاذا اندفع احسن يبقى عرفنا ان السبب هنا. ما اندفعش ممكن بصوره اشعه او بمنظار نعرف السبب عدم اندفاع البول كما يجب. هل الشفاء من السرطان بيكون بنسبة 100%؟ وهل يعود بعد الشفاء ولو بنسبة بسيطة؟ لو في حالات كتير لما السرطان بيكتشف في المرحلة المبكرة بتاعته وبيتعالج صح بيبقى الشفاء 100%. الخلايا النجمية ممكن ناخد منها أجزاء نحملها عليها بحيث إنها تكون ميموري على الجهاز المناعي وكده نتفادى عملية إصابة مرض السرطان؟ الحقيقة السؤال يمكن ده يعني هو يمكن يقول يقصد بالخلايا النجمية الخلايا الجزائية. الجزائية وهي دي ما زلنا بنعمل فيها. انتوا المانيا دكتور عندكم الخلايا الجزائية وصلت لمرحله بيقولوا متقدمه عن مصر، ولا حتى الان ما زالت مجال؟ لا حتى الان ما دخلتش في العلاج الاساسي، يتعامل بها ابحاث. ولذلك انا قلت ماما في حلقه سابقه قبل كده، اي واحد يبقى تقول لك تعالى عشان انا هعمل لك هعالجك السرطان بالخلايا الجذعيه، او مش عارف هعمل لك العمود الفقري اللي اتعمل عندك في حادثه واحط له الخلايا الجذعيه، يبقى حذر جدا، لان ديت هي اكثر منها تجاره اكثر من انها طب. ما الخلايا الجذعيه حتى ايه اللي ثبت انها ممكن تعالجه؟ هي الخلايا الجذعيه احنا ماشيين في ان احنا بنحاول ان احنا ننتج منها انسجه، وبعدين بنحاول ننتج منها انسجه متخصصه. يعني انا لو عايز مثلا كليه، فابدا من الخلايا الجذعية أبدأ أحاول إن أنا أوجهها، لأن هي دي أساس الخلية اللي بيبدأ منها تكوين الجسم ببساطة للمستمع يعني. فبنحاول إن احنا نعمل منها أعضاء للمستقبل، ما نبقاش عايزين ناس تتبرع. فهو ده الهدف أو البحث الأكبر في الخلايا الجذعية. وإذا نجحنا في إن احنا ناخدها مثلا ونحولها إلى بنكرياس يبقى عليك تبيع السكر لخلايا البنكرياس، إذا نجحت في أنني أستخدمها في أن أشكل بها بعض خلايا القلب فهنستخدمها في أن احنا واحد جاله أزمة قلبية وجزء من عضلة القلب مات وبقت ضعيفة خالص نقدر نعملها. لكن إلى الآن ما عندناش ثوابت في العلاج بالخلايا الجذعية يخلينا نقول أنها علاج أساسي 100%. عندنا حالات كتيرة بيقول إصابات بالسرطان في العيلة، بتقول كنت عايز تعرف هل سرطان المثانة هو مرض وراثي
الوراثة بتلعب دور فيه، ولذلك بقول اللي عنده حد في العيلة عنده سرطانات يبدأ مبكرا بأنه من حين لآخر في مجال المثانة يحلل البول عشان نشوف فيه دم ولا لا، لأنه ممكن يبقى فيه دم في البول مش ظاهر، وفي نفس الوقت يعمل موجات صوتية ويبقى حذر أخطر ويبعد عن بقى الأخطار الأخرى اللي احنا قلناها التدخين وإلى آخر. هل في أجسام معينة عندها القابلية لهذا النوع من الأمراض؟ لا مباشرة كده ما فيش، يعني مش هنقول هو أحيانا بعض السرطانات بتنتشر، مثلا على سبيل المثال سرطان البروستاتا منتشر جدا في السود في أمريكا عن البيض، فده متعلق بالجنس. فليه منتشر في السود مش عارفين نسبه، لكن نسبة السود اللي بيصاب سرطان البروستاتا في أمريكا أعلى كتير جدا من البيض. سؤال تاني برضو بيربط ما بين فكرة احتقان البروستاتا وده شاب، واحد شاب صغير بعته بيقول وان هو بيضطر ان هو يمارس، يعني سمع ان في رأي طبي يقول ان ممارسة العادة السرية ممكن يكون ده لعلاج احتقان البروستاتا. السؤال ده بيجي لي في حلقات كتيرة. لما يبقى في احتقان للبروستاتا انا عايز الاول استثني ان ما يكونش فيها اي التهاب او فيها اي بكتيريا، وده الاساس. يعني انسان عادي كده خالص ويجي له احتقان في البروستاتا لا. يعني ما مش لازم. هل علاج سرطان المثانة في مصر بيتم بشكل مرضي؟ إذا المريض وقع في إيد الطبيب الجيد فبلا شك سيعالج بشكل مرضي. دكتور غازي الحقيقة احنا وقتنا خلص، لكن أنا الحقيقة أنا عارف أنك أنت كمان وقتك ضيق قبل ما تسافر ألمانيا، لكن أنا الحقيقة نفسي قبل ما أختم اللقاء ده، وأنا أعرف أنك شاعر كبير ولك مدونات وده جميل، لما كنت بقعد مع دكتور مجدي يعقوب يقول لي يا عمرو وانا بعمل عمليه لازم اشغل ست ام كلثوم، بقول أيوة الدكتور أيوة الجراح اللي مشغل فتح قلبه وحاطط القلب على الفنتليترز وعمال يسمع ام كلثوم. دكتور غازي من الشعراء اللي ليهم يعني مذاق في الشعر. لا هو 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 هوايه، يعني الحقيقه انا بستمتع في اني نفسي بقى اسرح فيه بالخيال شويه واخرج فيه من 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 شده العمل احيانا. الشاعر غازي قاسم هيسمعني ايه؟ والله انا عندي كتير، لكن طالما الوقت ضيق ف في مجموعه بيوت كده بقول جراحي من يداويها، جراحي من يداويها، طبيب اداوي جراح الناس ولم اجد لجراحي من يداويها، كلما التقيت بحسناء ظننت ان الدواء بين ايديها، واذا ضنت بالعطاء لم تجد النفس من يواسيها، أهو القدر أم أنه كبد الحياة، نعانيه ما دمنا فيها، سأداوي جراحي بمشرطي وآلامي بالنار سأكويها، ولن أكون لحواء لعبة وكما سقتني المر سأسقيها، سقتني السقمة وكم كنت بروحي ومهجتي سأفديها. وبعدين طبعا جت الحواء المناسبة فبقول لها لا تفزعي لا تفزعي، زهدت في نساء الأرض أما أنت فحورية إليك روحي أهديها، إن صدقت سموت معك إلى سماء لا دنس ولا فسق فيها، نعيش في جنان الخلد وتمسي مع من تحبين من أهلها وذويها، لا تفزعي فأنت على نساء الأرض علوتي، وفيك أرى الكرامة في أسمى معانيها، واسعي إلى قدرك فأقدارنا وإن فررنا منها لا محالة سوف نلاقيها. جميل. تجارب شخصية؟ إلى حد ما طبعا، يعني ما هو الشعر لازم يعيش التجربة علشان يتكلم فيها. يعني الغربة ولدت جواك الحب الشعر؟ أكتر. مرت عليك لحظات في بداية الغربة كنت بتبكي انك انت سبت بلدك؟ لا خالص، لان هي الحقيقة احنا ما حسناش لان البعد بين مصر والمانيا ما بيعتبرش بعد، وكنا بنيجي كتير في غربتنا، يعني فاعتقد في ناس كتير بتبقى عايشة في اسوان بتروح تشوف أهلها أقل مني كتير. أنا باجي في السنة مرتين ثلاثة أربعة أحيان ولم أنقطع من تاريخ سفري لألمانيا، ولذلك
ما حسناش بالغربة، يمكن بيحسوها بتوع المهجة والحقيقيين اللي بيروحوا أمريكا وأستراليا عشان يجي يسافر له 22 ساعة فإحنا ما عانيناش الحاجة دي الحمد لله. خليني أكون أكثر صدقا وأقول إن الدكتور غازي بيجي مصر عشان خاطر حاجة أهم من ده كله، عشان سيدة عظيمة ورائعة لها فضل كبير في حياته والدته، ربنا يديها الصحة. بلا شك. عريس كل حرص أن يصل الصلة مع أمه اللي الحبل السوري لم ينقطع بينهم طول حياته. طبعا. عشان كده يعني بنحيي هذه السيدة العظيمة ونقول لها ولها كل احترام وتقدير أنها أنجبت هذا العالم الفذ المحترم. لا الحقيقة احنا بنفخر بيها وبتربيتها لنا جميعا، احنا الحمد لله 7 إخوات كلنا الحمد لله وصلنا إلى أعلى المناصب بفضلها وبفضل الوالد رحمة الله عليه. طبعا الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأخلاق. قضيت أمر واقع. دكتور غازي قاسم الجراح العالمي الألماني الشهير، أنا بشكرك جدا، حمد لله على السلامة. وإن كنت أقول لك حمد لله على السلامة وإنت مسافر يعني خلاص لحظات وتسافر، لكن بقول لك نورت مصر ونحن في انتظار الزيارة القادمة إن شاء الله. وأوعدك الدائم لينا أنك أنت تكون دائما ضيف عزيز غالي وعزيز علينا في قناة الحياة بوضوح، وعلى مستواي الشخصي أنت عارف أنا بحبك وأقدرك وأحترمك قد إيه. نفس الوضع، متشكر جدا بجد، يعني أنت قيمة كبيرة جدا. نتمنى أن احنا نرى الآلاف من المصريين أمثالك إن شاء الله. إن شاء الله مستقبلنا يعني سيكون وضاء إن شاء الله. إن شاء الله بفضل العلماء الأجلة زي حضرتك. شكرا. دي حلقتنا النهاردة كانت مع العالم العالمي الجراح العالمي الألماني المصري دكتور غازي قاسم، بشكركم جدا، صباح الخير.